استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى زيارته للتشاور حول تشكيل مجلس الخدمة المدنية إنفاذا للأمر الملكي رقم 50 لسنة 2018. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي يليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز وتيرة الإنجاز الحكومي المستمر بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية بتكليف سموه برئاسة مجلس الخدمة المدنية، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجميع الجهات الحكومية لاتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لتنفيذ برنامج التوازن المالي، مؤكدا أن المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وعمله الدؤوب لترسيخ أركان العمل الحكومي المتميز ستظل دوما عنوانا للإنجاز والتعامل الفعال مع التحديات لتعزيز المكتسبات. كما أشاد سموه بالرؤى السديدة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي ستدعم أهداف مجلس الخدمة المدنية، مؤكدا التطلع إلى ترجمة متطلبات عمل مجلس الخدمة المدنية وترسيخ نظام مؤسسة محكمة تساهم في تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية استمرارا لما يحرص عليه دوما سمو رئيس الوزراء في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتميزها.